يعني حضرتك شايف ان في علاقه ما بين الحياه الفنيه مثلا في دوله ما والحياه الدينيه؟ طبعا طبعا علاقه وطيده جدا. يعني لما يكون الدين رحب ولما نكون احنا بنفهم ديننا صح ولما نفهم ان القرآن نفسه يمتنع الإيمان به من دون جمالياته. يعني لأنه نص القرآني نفسه جميل. جميل. اللغوي جميل. بدليل ان احنا بنحب نسمعه بصوت المنشاوي مثلا. أيوه. صوت مصطفى اسماعيل مثلا. صوت هكذا. لكن انا لا يعني افهم من يصرون مثلا على اذان القران باصوات قبيحه. ايوه. يعني او غاضبه او غاضبة حزينه او حزينه او لا واحيانا قبيحه بالمعنى الحرفي. اقصد يعني الصوت مش جميل. يعني بنسمع القران مثلا ونقول الله، معناه انه مستمتعين حتى بالصوت وبالمعنى. طبعا يعني القران في اعجاز اولا في اللغه، اعجاز في الموسيقى. في الموسيقى نفسها. فمن يفهم القران حق الفهم ويستمتع ايضا به لابد ان يقدر الفن. وعلى فكره المقرئين العظام فيما مضى كانوا ايضا محبين للفن للفنون. صحيح. وكانوا يعرفون الاوزان والموسيقيه. يعني طب لماذا هذا التجهم؟ يعني ليه هذا القيار من التجهم؟ ليه؟ ما هو في مد سلفي اللي احنا قلنا عليه بالمعنى السيء ده اللي حصل، جرف روح الدين وفرغه من محتواه الحقيقي. أيوه. وفرغه من جمالياته المد السلفي. طبعا.